السلام عليكم، اهلي فيكم في احسن فيديو تسريبات الايفون. نتكلم معكم عن تسريبات الايفون. التسريبات اللي احنا نقولها راح تكون فيها شوي تاكيد قوي عليها، ليش؟ لان الجهاز اللي نستخدمه الحين الايفون عليه نظام لايوس 13. فش معناته ذا؟ معناته ان النظام اللي احنا نستخدمه هنا نازل على الايفون 6s والاس اي وال7 وال8 وال10 وال10s وال10s ماكس، كلهم موجودين عندنا ديلي. لكن المطورين يقدرون يفتحون النظام هذا ويشوفون الملفات حقته، راح نشوف في اجهزه ثانيه نازله فيه، وهو بالاجهزه الايفون الجديده، لان ندري ان الاي او اس 13 راح ينزل على الاجهزه اللي موجوده الحين عندنا اللي قالت ابل راح ينزل عليهم، يبدا من ال 6s والاس اي وطالع، وبرضه راح ينزل على اجهزه جديده. ابل الحين النظام هذا عندهم اجهزه جديده قاعدين يستخدمونها، فالمطورين اللي فتحوا النظام راح يعرفون الاجهزه، يمكن الريزولوشن صار يتغير، راح يعرفون الريزولوشن، يعرفون الاشياء ذي كلها. وهذا الدليل برضه ان الجهاز الحين هذا 10S بما انه في تاتش بار، الحين ما يشتغل التاتش بار عندي، تاتش بار ل 3D تاتش ما يشتغل عندي. قالوا انه غلط، راح ينزلون النسخة التجريبية الثانية اللي بتنزل. طبعا هي غلط صح ان شالوها من هنا، لكن حق مطورين عادي، ما حد يلام ويقول لك اوكي مطور انت جهازك حاطه حق تجارب. لكن هذا مو بس غلط، هذا الدليل ان الجهاز الايفون اللي بينزل اصلا ما في 3D تاتش، القطعة الداخل مشوية اللي بتخليها على سوفت وير. يعني الى الان احاول اني اتاقلم عليه مثل ما نشوف، اوكي شغال نفس ال 3D تاتش، لكن في بطء، ما بنفس الاجهزه القديمه لو انك تفتحها تشغل مثلا ايفون 7 ولا شيء وتشوف فيه 3D تاتش، يعني تضغط عليه تحس انه في نفس الثانيه. هنا في بطء شوي لانه سوفت وير، ما في قطعه داخل تدري انك ضاغط بقوه بتشتغل لك بسرعه. فاحسبوا حسابكم الايفون الجديد اللي بينزل السنه هذه 2019، يمكن ثلاث الايفونات كلهم ما راح يكون فيهم 3D تاتش، راح يكون فيهم على قطعه التابتك انجن نفس الحركه، انه لو ضغطت عليه ثواني الجهاز يدي انك طولت شوي راح يعطيك الخيار ال 3D تاتش، يعني لو ضغطت وطولت راح يحس يزول كذا. اذا كنت تبي تخليهم يهزون انك تبي تحذفهم لازم تضغط تطول شوي تنتظر شوف المسافه بعدين تحذفهم. فطولتها ابل وهي قصيره، لكن ما تلام في اجهزه والله العظيم. انا كنت احارب ابل في الشيء 3D تاتش هو الجهاز او الميزه اللي تخليني اجلس على الايفون. اوكي ادري هواوي سخت نزلتها، لكن ما في نفس شركه أبل ابدعت وتغنت بالحركة تشيلها ليش؟ طلعت اشاعات يقولون لك ان في اشخاص كثار ما يستخدمونها. قلت مستحيل، يعني انا اشتري جوال ايفون ادري نزلت من السكس اس، انا ادمنت عليها مثل هذه الحركة، اضغط مثل ما تشوفون، يعني مثلا قاعد اكتب وانا هنا ما يحتاج اشخاص انك تضغط هنا وتروح حق المكان وتكتب فيه، انك لعبت فيك أبل. فالحين الحركة ذي مثل ما نشوف حلا كانت القديمة انك تضغط هنا ويصير هذا التراك بول تلعب في الماوس مثل ما نشوف. في ال 10S هذه الحركة اللي موجودة لان فيها ال 3D تاتش. ال 10R ما في الحركة ذي، فالمسافة تحت شو تسوي دوما في بس تلمس المسافة وتحركها شوي وتنقلب عندك الحركة كلها وتقوم تلعب فيها. الحين أبل بالسوفت وير نزلت تحت على الايفون اس اي. المهم حسب حسابكم ان القطعة الداخلية ما راح تكون موجودة، فالقطعة الداخلية هي ماخذة حيز تحت بطارية. إذا ما كانت موجودة عندها أبل مسافة إنها راح تكبر البطارية، أوكي بتكبر البطارية خلاص. الايفون 11R ولا شيء الإشاعة طلعت إنها راح تكبر بطاريته 6%، مسافة إذا راح تكبر. هذا الـ 10R أو الـ 11R الجديد اللي بينزل، هو الـ R الجديد اللي بينزل. وكمان إذا كبره هو ببطارية هذا تقريبا الكل راح يكبرون، بس الأجهزة الثانية ما ندري كم راح تكبر بطارياتهم لكن راح تكبر. لكن الـ R في تسريبات قالوا بالضبط 6% راح تكبر عن المساحة اللي الآن موجودة، يعني يمكن البلاس ندخل على 4000 ملي أمبير. أوكي أبل ما راح تقول لك إن أصلا دخلنا على 4000، لازم الأشخاص يفتحون الجهاز يشوفون الرقم داخل، لأن أبل أصلا ما تتكلم أو ما تعترف بلغة الأرقام، لأن 4000 أبل غير 4000 أندرويد، لأن 2800 2000 وشيء من أبل يعتبر 4000 في الأندرويد، أو ممكن لنقول 2000 3050 عند أبل يعتبر 4000. ليش؟ لأن الأندرويد نظام يستهلك باتري كثير، فالشركات ما يعدلون على النظام يخلونه يقلل الباتري، لا يكبرون التانكي او يكبرون الباتري. الحركه انه يعني مثلا عندك سياره انت تصرف باتري ما تعدلها، لا تكبر التانكي، هذا حركه الاندرويد. نظام اندرويد يصرف باتري ما يعدلون النظام، ما يعدلون تسريبات او شل تسريب الباتري في الحراره ولا اي شيء ان الجهاز يسرب باتري، لا كبر بطاريه، هذا عندهم الحل الحركه. ف 4000 عند ابل الرقم راح ما يكون 4000 نفس الاندرويد، راح يكون اكبر بكثير. مثل ما تشوف الرام مثل الاندرويد، الجهاز يستهلك رامات في الاجهزه، وصلت 12 رام، ابل 4 ممتاز عندها، ف 12 رام ليش؟ لان الجهاز اصلا يستهلك رامات، ما يعدلون استهلاك الرام،
الرام مانجمنت مسويته مثل ابل في الاي او اس 13، مضبط الرامات وكل شيء. لا خلونا بس نكبر الرام ونكمل ارقام كبيره، اداء نفس اداء الاي او اس في الارقام الصغيره. يعني 4 رام في الاي او اس تعادل 8 في الاندرويد، تعادل 12 احيانا. اذا كنت تفتح مثلا 6 برامج في الاي او اس، في الاندرويد بتفتح يمكن 8 او 9 برامج في نفس الوقت، ما راح تعيد فتحهم اذا كنت عندك 12 في الاندرويد. ليش تاخذ 12؟ 6 برامج كجوال تفتحها بنفس الوقت، او 7 او 8 برامج وكلهم يشتغلون بنفس الوقت، تقدر ترجع لهم بنفس الوقت ما يعيد فتح. ممتازة في 4. اوكي، هذا التسريبات اللي الان موجوده. متى تسريب لحق الكاميرا؟ الايفون قلنا لها من زمان ان راح تكون 3 كاميرات في النسخ الكبيره اللي الان بكاميرتين، واللي بو كاميرا الان راح يكون بكاميرتين. الشكل صار حلو احسه، مثل ما تشوفون الشكل حق ذا الكاميرات لو بينزلون كذا، ممتاز والله. النوتش ما راح يتحرك الحين. طيب يقولون اوكي ليش ابل ما تسوي كذا، الاندرويد طلعوا غيروه وشالوا النوتش، نزلوا اجهزه الحين فيها الكاميرا في وسط الشاشه وتختفي. اوكي، ما اقول لك ابل ما تقدر، ما اقول لك ابل ما سويتها. ابل اذا راحت في الشيء، انت تبي التقنيه تجيك كذا فجاه، خلك مني تغنها. اوكي الشركه ذاك تقنتها، تتقن الشكل، شفت والله كاميرا تحت الشاشه ممتازه. انت تتكلم عن ذا الشيء، انت تتكلم عن تبات البرامج، تتكلم عن شيء ثاني. يعني ليش ابل يوم نزلت الحركه تم عليها فتره؟ لان المبرمجين يبرمجون برامجهم على ذا الشيء. احنا المبرمجين لهم سنتين قاعد يبرمجون هنا حبه حبه. يعني ابل الحين عندها اجهزه قديمه بدون نوتش مثل ما نشوف ديلي، يعني مثل السفن والايت، واجبرت المطورين الحين برمجوا برامجهم على النوتش الحين سنتين. السنه الجايه تسقره او انك تكنسله وتجبر المطورين بعدين يقومون يبدون يبرمجون هناك. اما انك تنزل جوال في نوتش، تنزل جوال في فتحه، تنزل جوال فتحه لوز، تنزل جوال ما في نوتش، البرنامج ما راح يشتغل عدل، يسوي كراش يطلع من البرنامج. حبه حبه معانا. انت تفكر في التصميم وتهد الاداء، اداء البرنامج لازم المبرمج لجي برمج يعرف ابعاد الجهاز في نوتش ولا ما في نوتش، واحده واحده. لا تحس ان شركه ابل ما تدري عن هالشيء، هي ماسكه المطورين وتجبرهم الحين. اوكي نمشي، كان الجهاز فل وفي حواف فوق، الحين رحنا بدون حواف في نوتش، بعدين نروح نصقره حبه حبه عشان اداء البرنامج يكون ممتاز عندك. اوكي فهمها. الشركات الثانيه اللي تسوي لك الحركه اصلا البرنامج حقهم، تفتح البرنامج، البرامج اللي عندك في الاندرويد ما مهيئ لحق نوتش، ولو صار مهيئ حق نوتش في اجهزه ما بنوتش، دائره ما بمهيئ لحق الدائره، ولو صار مهيئ لحق الدائره ما بمهيئ لحق الخرم اللي على اليمين في الزاويه ما فهمت شلون؟ ذا التخبط. انت تحس ان عندك امتياز في ذا الحركه، ان في صغير ما تشوف، لا ما بامتياز. انت شكل عندك عاجبك لانك انت ما بتفهم ان البرامج ما تشتغل عادل عندك. احنا باداء البرنامج فحبه حبه. اوكي خلصنا من النوتش السنه هذه، نوتش السنه الجايه يمكن يسقل يمكن يختفي، لازم حبه حبه. المطور ما راح يجلس معك يبرمج 1000 برنامج لحق 1000 جهاز، حبه حبه. اوكي ممتازين، خلينا نكمل. طيب نجي لحق مدخل الجهاز اللي هو الثندر بولت اللي هو هذا، اتوقع الكل يعرفه. اوكي لكن قبل ما اتكلم عن ده خلينا نرجع ريوس لين 2007. اوكي نرجع 2007. في 2007 ابل اول ما اعلنت عن الايفون 2G، كان اسمه 2G لانه ما في 3G، ما في شريحه 3G، كان يستخدم 2G في ذاك الوقت. ذاك الوقت كانت نوكيا ماسكه السوق وبلاك بيري. ذاك الوقت انا اخر جهاز شريته كنت استخدمه نوكيا N95، هذا اخر جهاز نوكيا شريته، وبعدها حولت لحق الايفون 2G مثل ما نشوف صوره الجهاز انه عندي بس ما ادري وينه، وبدوره ببدا معاكم السلسله ان شاء الله، راح اقول لكم السلسله بعد ما نخلص الفيديو. هذا شكل الجهاز. اوكي كان يستخدم الشاحن هذا، هذا شاحن ابل القديم هذا مثل ما نشوف، مثل الشاحن كبرى اسمه 8 بن، هذا اسم الشكل هذا. هذا نزل على 2G، بعدها خلينا نمسك الاجهزه نمشي ما اعرف كذا. اوكي نزل على 2G، بعدين نزل على 3G، هذا شوفوا كيف مدخل الشاحن، خليني اوريكم. هذا 3G اوكي نحطه على جنب، بعدين نزل على 3GS. طبعا 2G ما في شكل ثاني واحد بس، بعدين نزلت ابل 3G، بعدين نزل على 3GS. هذا هو مثل ما نشوف كيف كان الحجم او الفتحه، مثل شوف خل اسوي فوكس، هذه الفتحه شوف كيف كبرها. هذا هو المدخل الشاحن، يركب كذا ومدخل جهه واحده طبعا كذا بس. اوكي برضو ابل كملت، نزل على الفور وهذا الفورس، ف 2G 3G 3GS 4، هذا الفور. يعني لو تحسبون من 2007 8 9 10، هذا 2010 على الفورس
وهذا المدخل، نفس الحركة نفسها. طبعا في الفور والفورس، الفور تقريبا سامسونج طلعت الحين بالجالكسي اس 1، بعدين الاس 2 على الفورس نزل في ذاك الوقت، توها سامسونج تطلع هذا الفورس. اوكي بعدها ابل وقفت هذه التقنيه. فالحين كم جلسنا عليها؟ جلسنا على ال 2G 3G 3G اس 4 فورس 5 سنوات، وانقتل هذا حط على جنب. طبعا نزل في الايباد برضو، بس انا اتكلم عن الايفون. نزلت بعدين ابل ايفون 5، وأول ما نزلت التقنية الجديدة هذه مدخل لايتنينج. شوفوا كيف المسافة كانت. خلنا نشوف الايفونات اللي قبل واللي بعده، شوفوا كيف حجم المدخل وحين كيف صغر، فتغير الحجم بقوة. هذا المدخلين اثنينهم، ولما اشوف فثمانية بن اسمه، وهذا الجديد اللايتنينج. وكملنا من الفايف، بعدين نزل على الفايف اس، بعدين السكس، بعدين السكس اس، كلهم نفس الشيء، كل اجهزه ابل كلهم الى الان كلهم نفس الشيء. هل الحين جينا وقت مناسب هذا كلام الاشخاص انه يتغير يصير يو اس بي سي، بما انه هذا الثندر بولت؟ الثندر بولت قلت انا، لا اللايتنينج، بما ان هذا هو اللايتنينج، فهل راح نحول على اليو اس بي سي؟ زي ما نشوف هذا اليو اس بي سي وهذا اللايتنينج، هذا تستخدم ابل وهذا اللي يستخدمه الاندرويد، تستخدم ابل في لابتوباتها. انا بالنسبه لي لا، لكن طلعت اشاعات الحين جديده مثل ما نشوف اللي الاي او اس 13 اذا دخلت جهازك في الريكفري مود راح يطلع لك شكل يكون انه يقول لك ركبوا بلايتونز باليو اس بي سي ما باللايتنينج. بالنسبه لي اتوقع ابل انه في الكرتون راح تحط المدخل كذا، يعني يكون في الجهه هذه لايتنينج وفي الجهه هذه يو اس بي سي. ليش؟ لان كان من زمان ابل تسوينها، لانكم لاعبين في الدعوه. اوكي الايباد خليته يو اس بي سي ليو اس بي سي لانكم قربتوا للكمبيوتر، اوكي لان الكمبيوتراتكم كلها يو اس بي سي، لكن تجي في علبه الايفون تحطيني لايتنينج والجهه الثانيه يو اس بي اي العادي اليو اس بي المربع الكبير، ولابتوباتكم الجديده ما فيها يو اس بي اي الكبير. يعني لو شريت الايفون الجديد اروح اشتري ادابتر عشان اركب جهازي في اللابتوب. طيب كان من زمان نزلتوا لي ذي، لان مشوها عدل، يعني لابتوبات جديده فيها نفس المدخل، عشان بركب جوالي في اللابتوب لازم استخدم ذا السلك. فاتوقع ان الجهاز الجديد هو 100% راح يكون المدخل من المداخل يو اس بي سي، فاذا حطيت يو اس بي سي راح يكون في العلبه الشاحن الجديد والشاحن السريع، نفس النزل حق الايباد برو 2018. فاوكي الايفون الجديد راح يكون معاه شاحن سريع 18 واط. طبعا ما فضلت الشيء، اذا كنتوا تقولون لي ليش ما تفضل انه شاحن سريع اكتبوا لي تحت التعليقات، اذا كنتوا تبون راح اسوي لكم فيديو ثاني منفصل نتكلم عن ليش ما افضل الشحن السريع للايفون ولاي جوال اصلا، حتى الاندرويد ما افضل الشحن السريع له اذا كنتوا تبون. اوكي فهذه التسريبات كلها، احس ان تسريبات المره سوالف، كلمتكم عن الايفون عن المداخل كيف صارت. فهذا الشيء التسريبات الجديده، 3 كاميرات تكلمنا عنهم زمان، بطاريه راح تكبر، في العلبه راح يكون فيها شحن سريع، مدخل اللايتنج ان شاء الله، والمدخل الثاني يو اس بي سي ان شاء الله. لا تقلبين هذا اليو اس بي سي من جهتين، خلاص ابل، لان بالنسبه لي هذا متقدم بكثير، لان ابل اصلا يوم نزلوا الاندرويد كلها الاجهزه القديمه المايكرو القديم ابل ما راحت له وانتقلت لحق ذا، لان ذا تقنيته مثل ما نشوف ذا ما حد ينكر انه افضل من اجهزه الاندرويد القديمه، لان في تقنيه كثير اكثر من المدخل ذاك. هذا الحين يقدر شحن سريع 18 واط فيه، وشوف من كم سنه نازل. ولو تركبه في السياره وتركب هذا في الجهاز، بعض السيارات تشحن الجهاز حقك تنقل الصوت تشغل الميوزك من نفس المدخل، تطور قوي في ذا. بعدين الاندرويد عرفوا ان هذا افضل وان من زمان متوهقين بذاك، نزلوا هذا الجديد. طبعا ما بالاندرويد، هم الشركه العالميه حق اليو اس بي نفس المدخل ذا، وصار الحين نفس حركه الايفون اليو اس بي سي تركب من جهتين. اوكي لكن ابل خلينا على ذا، لا تنتقلين على ذا في الايفون مدخل الايفون، خلينا على ذا. بعد هذا راح ينحذف، يعني في المستقبل قدام حسب حسابكم ينزل جوال ما تشحنه بالمدخل، كله بالشحن الوايرلس، يعني خلاص جهازك ما في مدخل، تبي تشحن جوالك حط على مثل ما نسمع الصوت على الشحن وايرلس ويشحن. هذا الحركه، لان الشحن الوايرلس الحين وصل 18 تقريبا او 15. اوكي بعض الاشخاص يقول لك مو بشحن سريع، لكن مع المستقبل راح يوصل، يعني لو وصل 20 خلاص ممتاز تحط القطعه. والميزه الجديده اللي بتنزل اللي بتكنسل صدق مدخل الشاحن هذا، ان تحط بلق في الجدار وجهازك في ايدك والبلق بعيد عنك، يعني عطها محيط اللي نجالس فيه بالغرفه وجهازك قاعد يشحن وانت كذا ماسكه. لا تحسب انه ترى في المستقبل البعيد، لان المستقبل قريب، في شركات نزلوها الحين وفي موجوده في اليوتيوب تشوفها، الجهاز في ايدي يحط كفر محطوط الشاحن من بعيد والجهاز قاعد يشحن.
تقربه بس يم القطعه في مجال مغناطيسي يعطيك اياه وتشحن. لا تقول انه يسبب سرطان ويسبب ما بكمل. اكلمك عن تقنيه، انا ما اكلمك عن اضرار التقنيه، اوكي؟ 100% راح ينزل ذا الشيء، وان شاء الله ابل ما تنتقل في الجهاز الايفون الجديد ولا الجهاز اللي بعده السنه الجايه ولا السنه الجايه على حق اليو اس بي سي. ان شاء الله من اللايتنينج على خلاص يتسكر الجهاز كله، بما ان اول كان مدخل سماعه فيه سكروه، فابغى مدخل الشاحن بس يسكر بعدين خلاص. انتقل على عالم الوايرلس، العالم الجديد اللي الكل راح ينتقل عليه ان شاء الله. بس طولت معاكم واجد صح؟ حبيت لاني اتسلف معاكم كثير لانه من زمان ما تكلمت عن السوالف دي كلها او سوالف التسريبات الجديده. فنهايه الفيديو قبل ما نخلص، الرفوف اللي فوق طاحت، لا تركزون على الشيء، انا اللي جيت اصور معاكم احط الكاميرا هنا واصور لكم، بس اتصور حق الميزات الاي او اس ولا نسخه تجريبيه احط الكاميرا هنا مع الستاند هذا واصور لكم. بس ما قلت لكم طاحت الرفوف ولا اقدر اركبها مره ثانيه لانه ما اقدر اخرج هنا، لانه لازم اصلا لازم اخرم واخليهم، لكن ما اقدر افتح الجدار هذا لان الجدار ما بلي والشقه اللي ساكن فيها اجار ومسؤول انا عن الجدران اللي خربت فيها. فايش رايكم اسوي سلسله معاكم جديده نتكلم فيها عن الايفون؟ نبدا من ايفون 2G، راح ابحث عنه وان شاء الله حصله موجود هنا حصله، ونبدا معاكم سلسله جديده ونتكلم عن تاريخ الايفونات من زمان. يعني نبدا معاكم من 2G وتشوفون 2G واصور معاه واسوي يعني فيديو خاص لحق 2G، تاريخ 2G وكيف بدا وكيف الميزات حقته، ونخلص ونبدا على 3GS. لا 3G قصدي هذا هو، ونشوف الميزات حقته وكل شيء ونشوف صور من نبدا بعدين على 3GS وال4 وال4S وال5. سوي سلسلة حق أجهزة أبل قديمة، تذكرون ذي الحركة؟ بوي تذكرونها؟ شوفوا شوفوا كيف. أوه ذا السوفتوير حقه قديم ما في الرافع، لو كنا نشغل الجهاز ال 3GS تشوفون كيف، بس تذكرونها. اللي عنده أجهزة أبل قديمة يتذكر الصوت، سمع الصوت ذا. سكر. فايش رايكم انتم؟ تبون نسوي السلسله ذي؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات، اذا وصل التعليقات اللي تحت فوق ال 100، والله واجد فوق ال 100 صح؟ لا والله واجد يعني القناه تونا فوق ال 50، ان الاشخاص يبون مو بان نفس الشخص يعلق، لا فوق ال 50 شخص يعلق يقول اي نسوي السلسله راح نسويها لكم. هذا السوفت وير على الجهاز 4.2.1، هذا الجهاز الثاني طاف لازم اشحنه، فلازم اشحنهم كلهم نبدا السلسله. سلسلة حلوة راح تكون يعني تذكركم على أجهزة أبل القديمة كلها. بس ما بطول، ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع عمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من فضل دعائكم، والسلام عليكم.